مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه كاش باك. الفيلم بيبدأ مع سوزي وبن وهم بيتخانقوا مع بعض بسبب ان بن قرر الانفصال عن سوزي بدون سبب مقنع، وبيقول لها انه مش هيقدر يحقق لها السعادة اللي بتتمناها. وبتكون علاقة حب استمرت سنتين ونص في حياة بن انتهت في لحظة بمنتهى السهولة. وبيتفاجئ بن في الجامعة لما بيلاقي سوزي ارتبطت بواحد تاني في وقت قصير ولا كأنها لسه مفركشة معاه، فبيتضايق جدا وكرامته بتوجعه. بيجي له صاحبه شون اللي كل علاقاته فاشلة، ولما بيلاقي الموضوع مضايقه بينصحه يتعرف على بنت تانية أجمل من سوزي علشان يغيظها ويقول لها إن هي كمان ما كانش ليها لازمة في حياته. وبيبدأ بن يفكر في كلامه، وبيكون بن قاعد في مدينة جامعية وعنده أوضة لوحده، وبالليل وقت النوم ما بيقدرش ينام بسبب شعور الندم اللي مسيطر عليه من ساعة ما ساب سوزي، وما بيكونش قادر يستحمل الإحساس ده لدرجة إنه بيقوم يمسك التليفون وبيتصل بيها عشان يقول لها إنه آسف على اللي قاله لها. وبيكون باين من كلامه إنه عاوز يرجع لها تاني وينسوا اللي حصل، لكن سوزي بتطلب منه يقفل السكة وما يكلمهاش تاني لأنها خلاص دلوقتي بقت مرتبطة، وأي كلام أو اعتذار هيقوله مش هيبقى ليه لازمة عندها. ولما بيقفل الخط بيروح يقعد على السرير وهو حزين، وبيطلع صور ليه مع سوزي وبيمسك ولاعة عشان يحرقهم يمكن ده يساعده في نسيانها، لكن قلبه ما بيطوعوش انه يعمل كده، فبيشيلهم وبيحاول ينام تاني لكن برضه ما بيقدرش. وبيفضل كذا يوم على الحال ده، وتفكيره في سوزي وذكرياتهم مع بعض مش بيفارق خياله لحظة واحدة، لدرجة انه بيتمنى ان الحياة تعدي بسرعة بقى وتخلص عشان يتخلص من الاحساس اللي هو فيه ده. لكن طبعا بما ان ده ما بيحصلش فهو كان مضطر يعيش اليوم زي ما هو، فبيفكر يعمل حاجات يشغل بيها وقته على قد ما يقدر علشان ما يفتكرهاش. فبيقرر يقرا كل الكتب اللي كان نفسه يقراها قبل كده، لكن اول ما كان بيرفع عينه من على الكتاب كان بيشوف سوزي في مخيلته وهي بتضحك له، فاستسلم خالص لفكرة نسيانها. وبعد فترة بيكون في السوبر ماركت بيشتري حاجات، وبتقع عينه على إعلان متعلق على الحيطة إن الإدارة عاوزة موظفين في المكان، فبيحس إن هي دي الفرصة اللي هيشغل بيها وقته بجد ويبطل يفكر في سوزي، فبيقدم على الوظيفة وبيقعد قدام المدير اللي بيكون قاعد يتكلم عن نفسه كتير جدا، لكن بن بيكون مش مركز معاه خالص وكل تفكيره رايح مع سوزي. بيستلم الشغل بتاعه وبياخد شيفت ليلي، وفي الشيفت بتاعه بيكون اغلب الموظفين نايمين وهو اللي صاحب بيشتغل. بعد كده بتيجي شارون زميلته في المكان اللي بتكون شغاله على الكاشير، بتسلم عليه وبتمشي بسرعه لانها متاخره عن ميعادها ودي مش اول مره ليها تتاخر. بتروح شارون على شغلها وبين كمان، لكن بيقعد قدام كيس بسله واقع على الارض وبيفضل يبص له وهو سرحان. فبيجي مدير المكان وبيزعق له، لكن بيلاقيه لسه مش مركز فبيضربه على دماغه وبيمشي. بعد كده بيكتشف بن ان شارون ليها طريقة معينة بتتحدى بيها ملل الوقت، وهي انها بتتجنب تماما انها تبص في الساعة عشان كل ما تبص لها بتحس ان الوقت ما بيعديش اصلا وانه بطيء جدا. وبيكون في شابين تانيين شغالين في المحل بيتحدوا الملل عن طريق انهم يفضلوا يلعبوا طول الوقت. وفي مرة بيكون مدير السوبر ماركت واخد اجازة، فبيجيبوا سكوتر وبيعملوا سباق وبيوقفوا الزباين علشان يحكموا مين اللي فاز، لكنهم بيخبطوا في بعض وبيوقعوا مشتريات واحدة من الزباين. وبيكون عدى من الوقت اسبوعين على بين من غير ما يدوق فيهم النوم خالص، ولما بيبص في كاميرات المراقبة بيلاحظ انه قادر يتحكم في الزمن فعلا، بيبطئوا ويسرعوا على حسب رغبته. وبيكون الولدين اللي شغالين في المحل بيحدفوا معلبات على بعض في نفس الوقت اللي بيكون فيه المدير بيحكي لشارون قصص من حياته المملة بالنسبة لها، وهي مش متحمسة خالص انها تسمع منه حاجة. وهنا بيوقف بين الزمن عندهم كلهم الا هو، وبيفضل يتنقل ما بينهم وهم ثابتين قدامه زي التماثيل بالظبط، وبيلاقي بنت جميلة جدا قدامه فبيقرر انه يرسمها، وبيمر على كل البنات يرسمهم. بعد كده بيروح عند شارون وبيلاقي ملامحها مش طايقة المدير اصلا، فبيشيل المدير في عربية تسوق وبيوقفوا بين الولدين اللي بيحدفوا المعلبات، عشان اول ما يرجع الدنيا زي ما كانت العلة بتيجي في المدير نفسه، ولما بيعوز يرجع الزمن تاني كل اللي بيعمله هو انه بيطرقع صوابع ايده. بعد كده بنشوف شون وهو مع بين في اوضته وبيفضل يكلمه عن سوزي وانها ما تستاهلش وفاؤه ليها بالشكل ده، ولازم يشوف واحدة تانية يرتبط بيها. فبيزهق بن من رغي وبيقرر يوقف الزمن ويريح دماغه منه خالص. وتاني يوم بيكون بن في السوبر ماركت مع شارون في غرفة تبديل الملابس، وبتكون جعانة جدا فبيديها من الأكل بتاعه، وبيحس انه منجذب ليها جدا لدرجة انه بيكون عاوز يوقف الزمن عشان يفضل باصص لها وبس، لكن لأن عقله وكل حواسه كانوا معاها ما بيقدرش يعمل كده. لحد ما بتروح شارون على شغلها، لكن بيتصدم بين ان شارون مرتبطة بشاب من اللي بيشتغلوا معاه اسمه مات، وبيعرف انهم هيخرجوا مع بعض بعد الشغل النهاردة. فبيروح شون لبين علشان يطمن عليه، لكن بيلاقي مش مركز معاه خالص، ولما بيسأله ماله بيحكي له عن شارون، فبيقول له شون انها ممكن تكون خارجة معاه كصديقها عادي، مش شرط تكون في مشاعر حب او ارتباط،
كلامه بيدي أمل لبين إنه يروح الشغل ويعرف أساس الموضوع ده، وبيحكي مات لبين عن السهرة السعيدة اللي قضاها هو وشارون امبارح، وبيعترف له إنهم مرتبطين فعلا. لكن فجأة بيدخل مدير المحل وبيقول لهم إن عندهم ماتش ضد المحل المنافس ليهم، ولازم يكونوا على أتم استعداد علشان ما يشوهوش سمعة المحل بتاعه. وبيجي ميعاد الماتش وبتكون شارون واقفة بتتفرج عليهم، لكن لسوء الحظ النتيجة بتكون 26-0 لصالح الفريق المنافس. فبيحاول المدير انه يجيب جون على اخر وقت لكن بيفشل، ومات غصب عنه بيشوط الكرة جامد فبتيجي بالغلط في وش المدير، وهنا بيوقف بين الزمن بسرعة وبيفضل يمشي بين الناس وهم ثابتين، لكن بيلاحظ حركة حواليه، ولما بيلف بيطلع واحد يجري من قدامه، وهنا بيعرف ان في شخص غيره قادر على ايقاف الزمن وبيرجع الوقت تاني. وبنشوف المدير وهو بينزف نتيجة الاصابة، فبياخده مات للمستشفى علشان يسعفه، وبياخد بين شارون علشان يوصلها لبيتها، لكنه بيقرر يعزمها في مطعم الاول. ولما بيسألها عن حقيقة ارتباطها بمات بتقول له انه صادقها مش اكتر، وانها بقالها كام شهر منفصل عن حبيبها الحقيقي لانه سافر وسابها. فبيفرح بين جدا، وبتكون دي اول مرة نشوف ملامح الفرحة على وشه كده من اول الفيلم. فبيطلب منها تحكي له اكتر عن حياتها، فبتقوله انها حاولت تدرس في الجامعة لكنها ما قدرتش وكانت محاولة فاشلة، فقررت تشتغل في السوبر ماركت، وكل مرتبها بتصرفه على تطوير لغتها الاسبانية على امل انها تقدر تسافر بره وتتعرف على ناس جديدة ثقافتهم مختلفة عن هنا. ولما بتسأله عن حلمه بيقول لها انه كان نفسه يطلع رسام، فبتنبهر شارون وبتقوله انها من زمان وهي نفسها تقابل رسام، لان الرسامين بيشوفوا كل حاجة في عينيهم جميلة وبيرسموها بالشكل اللي هم شايفينه عشان ينقلوا جمالها للعالم. بيخرجوا من المطعم وبيوصلها لبيتها وهو في قمة سعادته. وتاني يوم بيكون المدير وصل الشغل وهو مجبس وشه، وبيستدعي شارون علشان يعزمها على حفلة عيد ميلاده اللي هيكون عاملها في بيته. فبتروح شارون تحكي لبين وبتطلب منه يكون معاها في الحفلة وما يسيبهاش، فبيفرح بين جدا انها عملت كده، وبيستدعي المدير بين وبيديله فلوس عشان يظبط له مكان الحفلة. فبياخد بين صاحبه شون معاه علشان يساعده، وبيوافق على مساعدته لكن بشرط انه ياخده مع الحفلة، فبيضطر يوافق. وبيكون بين اتعلق بشارون جدا، وبقى كل شويه يوقف الوقت علشان يقعد قدامها ويرسمها ويدقق في تفاصيلها اكتر واكتر، وبيكون ناسي سوزي تماما بسبب حبه لشارون وتعلقه بيها. وفي يوم بيكون بين في الشغل بتجيله مكالمه من شخص مجهول بيقولوا له انهم اصحاب معرض وحابين ياخدوا لوحاته ويعرضوها فيه، فبيفرح بين جدا لان ده كان حلمه، لكن للاسف بيطلع ده مقلب عامله فيه مات واصحابه. بيروح بين لبيت شارون علشان ياخدها للحفلة، ولما بيوصلوا بيشوف سوزي هناك، لأن الشخص اللي هي ارتبطت بيه من بعده يبقى أخو مدير المحل، وبتطلب منه إنهم يرجعوا لبعض مرة تانية ويسامحوا بعض، لكنه بيرفض لأنه بيبقى خلاص حب شارون. لكن لسوء حظه بتشوفه شارون وهو واقف معاها، فبتفتكر إنه رجع لها وبتسيبه وبتمشي وهي زعلانة منه. لكن قبل ما توصل للباب بيوقف بين الوقت علشان يفكر إزاي هيصالحها ولا هيقول لها إيه، وما بيكونش عارف يعمل إيه، لدرجة إنه بيفضل مثبت الوقت يومين كاملين لحد ما بيستسلم وبيرجع الوقت من تاني. بتخرج شارون من المكان فبيروح وراها لبيتها علشان يصالحها ويبرر لها اللي حصل، لكنها بترفض أي كلام منه وبتطرده. بعدين بيجي المعاد اللي مات قالهوله في التليفون علشان يروح المعرض، فبياخد بين الرسومات بتاعته بيروح، وعلى الرغم من انه كان مقلب في الاساس لكن لما مدير المعرض بيشوف لوحاته بينبهر بيها، وبيعمل له قسم مخصوص في المعرض علشان يعرض فيه لوحاته اللي اغلبها عبارة عن ملامح شارون. بتعرف شارون الخبر وبتروح تتفرج على اللوحات، ولما بتشوف صورها في كل حتة بتعرف انها كانت ظالمة بين، فبتروح له وبتعتذر له، وبيتمشوا مع بعض في الشارع وسط التلج. وفجأة بيقرر بين يوري لشارون حاجة عمرها ما شافتها قبل كده، وبيقوم موقف الزمن عندهم هما الاتنين بس، وبيفضلوا يتنقلوا مع بعض وكل حاجة ثابتة حواليهم وهم في قمة سعادتهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.